إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا هذه. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أيما إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ساحرا إلا قصمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسرانا وأسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخاضع، اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا وفي فلسطين وفي بورما، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وأمددهم بجند من عندك، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفقهم للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم فرج همهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وقيض لهم يدا من الحق حانية. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية. اللهم وفق ولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تحضه على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا هذه، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة